GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بقية الدرس بتاع الموشن توين، وهنبدأ من جوه، نبدأ نعمل ايتنج شوية على الموشن بتاعتنا، الحركة بتاعتنا. وممكن من خلال لو انت ضغطت كده تمام، وجيت قلت بدل كابي فريمز، جيت رحت جاي عامل لير تانية، كام لير كده، وجيت مثلا مسكت كل ده وجيت بالماوس وديته في حتة تانية، يبقى مفيش مشكلة، ممكن هيستجيب معاك، مفيش أي مشاكل. حاجة كمان، لو جيت عايز تعمل كوبي لنفس الموفي ده ونفس الحركة، بتدوس على الت تبدأ توديها كده في أي حتة تانية، مفيش مشكلة، بتعمل لك نسخة تانية من نفس الأوبجكت بتاعك. ممكن بقى هنا تروح قافل ده كله، يبقى انت عامل اتنين موفي في نفس الموفي تمام، او اتنين حركتين للسحاب بتاعك في نفس الموفي بتاعك. دي كانت طريقة الكوبي اند بيست داخل الموفي. في كمان حاجة ممكن تكريت فريمات زي ما انت عايز. طيب ازاي؟ اقولك والله انا عايز هنا مثلا. الطريقة التانية اللي احنا كنا اتعلمناها، اللي انا بشيل الاوبجكت وبحطه في اي حته انا عايزها. لا، انا ممكن اروح جاي هنا كليك يمين واروح اقول له انسيرت كي فريم، واقول له اول، واعمل بقى اللي انا عايزه هنا. اهو كده مثلا، بص الاقي الخط بتاعي بقى بالشكل ده. لو جيت اخترت السب سيليكشن تول، ببص هلاقي ايه بقى؟ هلاقي لك هنا عند الفريم اللي انا كنت عامله بقيت فيه واحدة بزير كورنر هنا اهي، فيها اتنين هاندلر، وفي الفريم اللي انا عامله دلوقتي اهو. كل ما تعمل فريمات كل ما يظهر لك بزير عند كل فريم من دول. تعالى هنا كليك يمين انسيرت فريم، وامسك السب سيليكشن تول، هتبص تلاقي البزير اهي ظهرت معاك بالشكل ده. جميل. طيب خلينا نعمل بقى اشكال عشوائيه كده، وتعالى نعمل بلاي، هنخفي لتحت عشان تبقى ظاهره. كويس، جميل. هنشيل بقى الحاجات دي، ملهاش لازمة، بشيفت كنت بشيفت اف 5. وبعدين هنيجي هنا، انا لسه مسيفتش، هنقول له سيف از في ملفات العمل توين 2. هو في 2 ماشي. ريبليس. حاجة كمان ممكن أشوف أي حركة من دول وأعمل لها كليك يمين كده وأتحولها لأنيميشن فروم باي فريم باي فريم، كونفيرت تو فريم باي فريم أنيميشن. لو أنا ضغطت عليها بيحولها لي لفريمات زي بالشكل ده. طب ليه أنا بعمل كده؟ قول لي ليه. طب ما هي الحركة كويسة. أقول لك والله أنت لو عايز تبلش على بلاير قبل العشرة، قبل بلاير 10 اللي هو في فلاش بلاير، مش هيسبورت لك خالص خالص ال نوع الحركة اللي هو موشن توين. هو ما كانش ما يعرفش الموشن توين دي خالص. فانت لو عايز تبابلش من هنا عشان برضه نبقى عارفين، من فايل ونقول له بابلش سيتنجز. هو الطبيعي ان انا لما بعمل كنترول انتر، يعني كل اللي انا بعمله ده كنترول انتر، بيكون على الفيرجن كام؟ فلاش بلاير 10. لو قبل كده 10 برضو و10 1 مفيش مشكله، 10 و10 2 مفيش مشكله. انما لو انت جيت على
فلاش بلاير 9 او 7 او 8 او 6 او 5 وعملت له حركة كده، مش هيقرا لك الحركة دي خالص لانه ما يعرفهاش. فانت طالما تستخدم حركة من نوع الموشن يبقى انت بتارجت الفلاش 10. تعرف ازاي ان انت تشتغل على فلاش ايه من بره؟ من هنا لو ضغطت على الورك سبيس من بره بتبص تلاقي البلاير من بره اهو اللي انت بتقدر تتعامل معاه بالشكل ده. يبقى انت محدد اخر بلاير اللي هو فلاش بلاير 10.2، والاكشن سكريبت 3 طبعا هنا من هنا على طول الببلش سيتنجز نفس الحكايه اللي احنا كنا لسه فاتحينها دلوقتي. نحول ده convert to frame by frame animation، ونحول ده frame by frame animation، تبدأ بقى تبلش زي ما انت عايز في اي فيرجن تاني بدون اي مشاكل خالص. حاجة كمان، ممكن اطبع او اخزن الحركة دي باكواد اكشن سكريبت، تمام؟ ممكن من كوبي موشن، شوف بقول له هنا كوبي موشن، ممكن تكوبي او تنسخ كل الحركه دي بموشن واحده، او ممكن تخليها كوبي موشن از اكشن سكريبت. طب تعال نشوف اكشن سكريبت، ضغط ضغطه هو عاملها لك دلوقتي كانها اكواد، بس فين اعرفها ازاي؟ اعرفها لما باجي مثلا على بلانك فريم كده، لازم يكون فيه بلانك كي فريم او اي فريم او اي كي فريم، وباجي بفتح هيظهر لك حاجه هنا بالشكل ده اكشن سكريبت بانل او من ويندو، وبروح على الاكشن سكريبت او اكشنز او اف 9 من الكيبورد، بضغط ضغطه ولو جيت عملت كده ببص الاقي البيست هنا متفعله معايا. لو جيت ضغطت ببص الاقي كل الاكشن او كل الحركه اللي انا عملتها اهي بالشكل ده، تمام؟ طب تعالى نجرب كده، لو عملنا تيست الموفي كنترول انتر هتبص تلاقي حاجه زي كده. يعني معنى كده انا ممكن اروح جاي شايل ريموف توين بالشكل ده، اروح جاي اعمل تاني، بص هنا عامل ازاي واقفه، ان احنا هنا حطينا اوبجكتات كنا عملنا لهم كذا نسخة اهو، وشلنا الحركة بتاعتهم، بس حبيت افهمك ازاي بتعمل بتحول الحركة بتاعتك. ما يتخضش طبعا من منظر الاكواد دي، احنا مش هناخد الحاجات الادفانسد دي، بس فقط للتذكير وبلفت نظرة الحاجات دي. طيب لو جيت عملت كليك يمين باجي بقول مثلا كليك يمين كده، بضغط دبل كليك عشان اختار كل الحركة، بعدين كليك يمين بقول له كوبي موشن. لو انا عملت اي اوبجكت ممكن انزل عليه الحركة دي على طول من غير ما اعملها من اول وجديد. يعني مثلا هنعمل سيركل او ماشي اوفل، وهنشيل البوردر بتاعها وهخليها بالأحمر عشان تبقى باينة، الألفا بتاعتها 100%، وراح جاي مثلا عامل دي هنا كده، تمام؟ هو عمل لك كده لأن احنا جوه مين الكلاود أنيميشن، فعملها لك 4 نسخ، احنا في نسخة واحدة، وعرفنا إن احنا لما بنإيديت على أي حاجة على اي عنصر وعامل منه نسخ بيتأدت نفس الحاجة اللي انا بعملها على نفس العناصر بعد كده. تعالى نعمل ده ونحوله ب F8 لموفي كليب مثلا، او بروح جاي هنا حاطط كليك يمين وبقول له بيست موشن، بيست موشن، راح جاي على طول حاطيلي نفس الفريمات بنفس الطريقة بنفس كل حاجة. تمام.
يبقى دي بالنسبة للجزئية دي. طيب افرض ان انا عايز ابدأ ادور اعمل له حركة روتيت مثلا او سكيو او اي حاجة. سكيو يعني حاجة زي السكيل كده بحيث انها يمط معاك او زي ما بيقولوا بالمصري يعني ايه بينبعج يعني. تعال نشيل ده خالص ونروح على اللي فوق، تضغط ضغط على الحركة من هنا هتبص تلاقي في حاجة هنا اسمها دايركشن وفي حاجة اسمها روتيشن. طيب تعال نشوف الروتيشن او روتيت، قول له لف لي الكلاودز دي كم مرة، ان شاء الله حتى 100 مرة. طب تعالى لو انا عملت بلاي هتبص تلاقي زي ما انت شايف ممكن تعمل مروحة هليكوبتر لأي طيارة مثلا، انت شايف بالشكل ده اهو. نخليها تلف مرة واحدة ملف حوالين نفسه مرة واحدة خلال الحركة دي كلها. طيب انا مش عايز اخليه يلف، اخليه مثلا ماشي 2، واخلي ده هيبدأ من انهي زاوية. لو انا جيت كده لك ابدأ لي من الزاوية 55 لفه لك شوية واقول له ارجع من اول. اوكي لف لفتين وانتهى عند الزاوية شايف 55 زيرو، وهنخليها زيرو برضو. وهنقول له مثلا استخدم لي بقى الدايركشن هتبقى سي دبليو او سي سي دبليو. سي دبليو دي عشان بتبقى بيلف في اتجاه عقارب الساعة، والسي سي دبليو هيلف عكس اتجاه عقارب الساعة اهو الناحية التانية، يعني يلف ناحية والتانية عكسها طبعا على حسب ما انت بتقول له. طبعا هو مجرد ما بتضغط على سي سي دبليو او سي سي دبليو بيروح عامل لك روتيت على طول، الديفولت بتاع واحد زي ما انت عايز بقى بتبدأ تحط ان شاء الله اي حاجة مفيش مشاكل في اي ارقام من هنا. هنا اورينت تو بيس تو باث بتدي احولها لك بالشكل ده شايف، ده عمل لك ايه؟ بدأت تعمل لك مشي على او سير على نفس الخط بتاع حركة الحركة اللي عندنا. خد بالك يعني انت دلوقتي هي كانت فقط معدولة، كانت معدولة عن بتمشي بنفس يعني بتمشي كده في اهي بص الفرق، معدولة ما بتتعملش في اي مشكلة خالص. طبعا لو انت جيت قلت اورينت تو باث يعني انا بقول له هزيل الحركه دي خلي دايما دايما المساحه اللي على اليمين من بيفوت بوينت دي المساحه اللي على اليمين، والمساحه اللي على الشمال من البيفوت لاخر الاوبجكت بتاعتك دايما في منتصف مين الخط بطريقه راسيه عليه تبقى عموديه عليه. فانا بقول له اورينت تو باث بروح جايب لي شايف عمل لي كأنه حاجة ماشية على الخط بالظبط، ودي تنفع قوي قوي لو انت عامل طير مثلا طيور او اي مثلا حاجة ماشية على باس معين او على خط معين، شخص مثلا او طيور او عجلة او اي حاجة تعملها بالشكل ده بتبقى جميلة جدا وبتتبع او بتعمل فولو للخط بتاعك. ده انا ممكن كمان اعملها نظام 3D. طبعا البرنامج الفلاش هو برنامج 2D بس بيديك افكتات كانك شغال في ال 3D سبيس او في فضاء ال 3D. ازاي الموضوع ده؟ اقول لك هنا مثلا عند الفرام ده واقول له شايف الايقونه دي رابع ايقونه من تحت او من فوق، بعد ما ضغطت عليها بقول له 3D روتيشن تول بيبتدي يعمل لك في المحور الزد والمحور الواي والمحور الاكس. تمام، لو انا مسكت الاكس اللي هو الاحمر
رحت جاي لافف دي لفة كده، هتبص تلاقي السحابة يمكن مش باينة قوي. انا هشيل بقى الالفا بتاعتها خالص من اخر واحدة، هي دي تمام، واخد الالفا 100 عشان تبقى ظاهرة، وعايز اروح على بقية الكلاودز دي واشيلها خالص. لا دي الأساسية بتاعتنا، بس احنا عاملين فيها 2 تمام. طبعا عمل لي كيهات فريم، كيهات لازم بقى على كل كي هتشيل الالفا، وكان عامل لك بالتدريج الالفا من انها 100% لغاية زيرو، فعمل لك التدريج فخد الارقام بتاعته، فهنخليها كل الفريمات دي خليها 100% بالشكل ده عشان تبان اللي احنا عايزين نعمله. هاجي مثلا عن الفريم ده واقول له اعمل لي بقى 3 دي روتيشن، واروح جاي ماسك الاكس، اروح جاي لافف لفه كده، بص اللفه عامله ازاي اهو. نرجع تاني كنترول زد، نمسك الواي بقى هتعمل لي بالشكل ده اهو، كنترول زد نمسك الزد بتاعتنا، نروح قاعدين لفينها لفة كده بقى بسيطة، تروح عاملة لك حاجة زي كده. تمام، لو في طيارات ولا حاجة بتبدأ تطير وبتعدل المسار بتاعها، بتبقى عامل حاجة زي كده. عايزة تخيل وعايزة طبعا إبداع، وانت تشوف بقى انت هتحتاج ايه وتعمله. كنترول زد، او ممكن من بره خالص هنا تعمل بقى الفري لو انت عايز تعمل في اي اتجاه، مفيش اي مشكلة عندك خالص. كمان عندي ممكن تقول 3D ترانسليشن تول، دي بقى بالاكس تحرك، بالواي او بالزد من النص تحرك بالشكل ده. تعالى كده، تعال على الفريم التاني قول له اكس، تمام، زي مثلا كواكب فضائية مثلا او مراكب فضاء بتعمل حركات معينة زي ما انت تحب بقى وزي ما انت تبدع، مش مشكلة خالص. السين ده ممكن ترسم انت حاجة من خيالك وتبدأ تتعامل معاها بإبداع أحسن، وأنت وكل واحد وفكره. أنا بس ما بديك أفكار وبديك طريقة الشغل وأنت بتبدع زي ما أنت عايز. نكمل الفيديو الجاي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.